السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أعتذر عن الإطالة، فقد مر أو قد مرت مدة طويلة لم أقم بإنزال الفيديوهات، وذلك لكثرة الأشغال في المناحل. ما أود التطرق إليه في هذه الآونة وهو موضوع الساعة هو كيفية انتخاب البيوت الملكية في التقسيمات الجديدة، وبعض الإرشادات حول التقسيمات وكيف ننتج تقسيمات تنجح فيهم الملكة وتخرج التلقيح في مدة قصيرة إن شاء الله. المعروف أن التقسيمات تكون على 3 إطارات، لكن هناك من يقوم بالتقسيم على أكثر من 3 إطارات. ما لاحظته يعني من خلال خبرتي الصغيرة والقليلة أن كلما كثر النحل في التقسيم أو كثرت الإطارات في التقسيم يساهم ذلك في عدم نجاح الملكة للخروج للتلقيح. فالخلايا القوية الأكثر من 3 إطارات أو أكثر من 4 إطارات عادة الملكة لا تنجح، تخرج ولن ترجع، لا أدري ما هي الأسباب. لكن ما لاحظته أن التقسيمات على 3 إطارات هي الأحسن. فمن خلال التقسيمات التي قمت بها، الخلايا التي هي على 3 إطارات، وحتى هناك تقسيمات على 2 إطار، وكذلك نويات التلقيح. في نويات التلقيح الملكة تتلقح أسرع من الخلايا. يأتي بعد ذلك الخلايا التي على 3 إطارات والخلايا التي على 4 إطارات فقدت كلها ملكتها. هناك خلايا يعني خلايا ذات ملكات من العام الماضي فقدت الملكة، فاضطرت إلى أن أقسمها إلى أكثر من 4 إطارات، أي كانت خلايا بعاسلة. كانت هناك عندي 3 خلايا بعاسلة، يعني أكثر من 16 إطار في الخلية الواحدة، فاضطرت إلى تقسيمها بعد فقدانها للملكة. في هذه الخلايا قمت بتقسيمها على 6 و7 إطارات، لم تنجح الملكة في الخروج للتلقيح في المرة الأولى. تخرج الملكة بعد مدة، أقوم بالفحص فأجد الملكة غير موجودة، فأضطر لإدخال إطار بيض جديد وأنتظر مدة أخرى وتخرج ملكة جديدة أخرى. فكما ذكرت كلما قل النحل في الخلايا في التقسيمات تكون نسبة نجاحها أكثر من الخلايا التي أو أكثر من التقسيمات التي فيها إطارات أكثر. فكما ذكرت في نويات التلقيح الملكات تخرج يعني في الأسبوع الأول من خروجها من شرنقتها، تخرج وتتلقح. عندي نويات تلقيح ملكاتها يعني ما شاء الله بدأت في وضع البيض، وهناك أيضا خلايا على 3 إطارات، يعني ما شاء الله كذلك خرجت الملكات وتلقحت وبدأت في وضع البيض. لكن في التقسيمات القوية كما ذكرت أكثر من 4 إطارات كلها فقدت الملكة التي خرجت الأولى. فيما يخص كيفية انتخاب البيوت الملكية، فالتقسيمات الاصطناعية أول ملكة تخرج في التقسيم هي أسوأ ملكة ستخرج في التقسيم. أول ملكة هي أسوأه، فلذلك يجب تفقد التقسيم في اليوم الخامس وتخريب كل البيوت المغلقة، حتى وإذا كانت يعني حجمها جيد وكبير يجب تخريبه.
نترك فقط البيوت الملكية المفتوحة. فكما ذكرت أول ملكة ستخرج تقوم بتخريب كل البيوت الأخرى، البيوت الملكية الأخرى ستقوم بتخريبها. وتأكد أن هذه الملكة التي خرجت الأولى هي أسوأ ملكة ستخرج في التقسيم. هذا طبعا ليس علم دقيق أو شيء كهذا، فقط من خبرتي ما لاحظته أن الملكات التي يقوم النحل بقتلها وتخريب البيوت الملكية يكون حجمها أفضل بكثير من الملكة التي خرجت الأولى. فالملكة الأولى التي تخرج في التقسيم هي أسوأ ملكة، يجب تخريب كل البيوت الملكية التي تم الغلق عليها في اليوم الخامس. في اليوم الخامس بعد التقسيم نفتح على التقسيم ونقوم بتخريب كل البيوت الملكية المغلقة. فهذه البيوت الملكية التي ستغلق في اليوم الخامس قد تم بناؤها على يرقات كبيرة، فستنتج أو ستعطي ملكة سيئة ليس كالتي يبنى البيت الملكي على يرقة صغيرة. هناك اختلاف في الملكات، فلذا كما ذكرت يجب تخريب البيوت الملكية التي تخرج في أو التي تغلق في اليوم الخامس بعد التقسيم. هذا ما أردت التطرق إليه في موضوع التقسيمات، وإن شاء الله ينال إعجابكم. هذا ما يخطر أو هذا ما خطر في بالي. وإلى درس آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.